وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الأخت الكريمة، أرتقصت لنا الإنسان اللي ميموت الوالدين نص، عرفت لك كمية الوقت غوسكواس اللي غموتنا لقيس تكار صداقاتنا ونشكات المسألة قيس التفصيلة لتما يخقصت الصداقة أي أسكار سلوكت دمان يعني قلبي بعض يخقصت ضروري الوقت اللي تلكم الوقت بالتحديد والتمام والكمال إيقال بدعة. لكن الصدقات تجوز في الوالدين بلا الوقت، هذا سوء سكت الوقت. والصدقة يمكن الإنسان يتصدق الكسوت، يقدر يتصدق غقر، يقدر الفلوس، يقدر طعام، يقدر أي نكي. إلا أقولنا الإنسان استبان كران الفرصة متى يزرك المسكين كران وجار يفكر البركة إن هو قيس انت الصدقة في الوالدين حتى نرى يقبض ربي يصدر الإنسان يصدق الملك عيدا أين يوفى كل ما غلا النفع يصدر قيس يصدق الإنسان في نية الوالدين. ولكن بشيت أي علق ما يان دية الوقت غوس بقاس بحال الذكرى السنوية مثلا ونشتن غاسل للأصل وغاسل للأصل. والأفضل صدقة ستتقى الإنسان الأقارب بحال مثلا باباس يموت باس يموت إلي داس عمي عمتي سيوسن عمي سيوسن عمتي الصدقة اللي رايا كاين الدنيا دنيا تكاين الأقارب نسى شكون اللي يفكر الصدقة للقريب نسي الفاميلانس دار سنيد الأجر سنيد الأجر كيسمو الخير ما يفتكر الإنسان. ولكن باش قلت لكم دائما مثلا رمضان الرمضان اللي غيموت بوي خصك يسكى في الصدقة وهو مرة مرة يصدق الإنسان إنما يوفى في الوالدين والله أعلم.